بلاش نخذله، هو دعاكم بالأمس وأكد على دعوته ويكاد يكون أقسم بروح كل شهيد ضحى بروحه ودمه علشان نوصل لليوم ده النهاردة. والنهاردة كمان في مستشار شهيد من الهيئة القضائية توفي في حادث أليم في طريقه للجنته الانتخابية، بنوجه تعازينا بالتأكيد لأسرته والأسرة الهيئة القضائية بالكامل. مش هنكون أقل من هؤلاء، مش هنكون أقل منهم، وإحنا على أعتاب مرحلة جديدة مهمة من مراحل مسيرتنا الوطنية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية القوية والحديثة اللي بننشدها وبنسعى إليها.